أفاد والي جهة الشرق عامل وعمالة وجد أنقاد معاد الجامعي بأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة وجد أنقاد قامت في مجال إدماج النساء في محيطهن الاقتصادي والاجتماعي بتعبئة ما يناهز 10 ملايين درهم لإحداث 35 مشروعا استفادت منه 30 جمعية وتعاونية نسوية تنشط بها أكثر من 5000 مستفيدة وذلك إلى حدود 2017. وقال السيد الجامعي خلال لقاء نظم بوجدة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة تحت شعار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للنهوض بوضعية المرأة، إنه رقم جد مهم عزز من مكانة ومساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بنفوذ العمالة. يأتي تنظيم هذا الحفل في إطار الأسبوع الذي خصصته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للاحتفال بالمرأة المغربية، وفي إطار كذلك تثمين المكتسبات التي حققتها المرأة بصفة عامة وخاصة المرأة حاملة المشاريع المدرة للدخل، حيث حققت المرأة أرقام مهمة على مستوى حمل المشاريع وعلى مستوى الاستفادة، وكذلك نجد المرأة كذلك حاضرة بقوة في على مستوى تكوين أو تركيبة لجان الحكامة، اللجنة الإقليمية سواء اللجنة الجهوية أو اللجنة الإقليمية أو اللجنة المحلية. السيد الجامعي أكد كذلك بالمناسبة أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة يعد تكريما وعرفانا بالدور المحوري لها في المجتمع، لافتا إلى أن هذه المناسبة لا تعد يوما للاحتفال فحسب، وإنما هي لحظة تقدير للمجهودات التي تبذلها المرأة والتضحيات التي تتحملها خدمة لمجتمعها ورفعة لوطنها. بمناسبة 8 مارس كانت قدم تحياتي لجميع النساء المغربيات، وماشي غير الموظفة الفلاحة، المرأة اللي في الدار، أي نوع نتاع المرأة كما كانت. وكان نشكر بالضبط وبذات صاحب الجلالة نصره الله وكانت ملاله الشفاء العاجل، هو اللي عطى الفرصة للمرأة باش تخرج للميدان. كنا ما نخرجوش تاجي الراجل يحل علينا الباب، الحمد لله خرجنا ومدنا على السعيد ديالنا وتعلمنا الصناعة التقليدية بجميع أنواعها، أي حاجة سحقيناها صبناها. إلى ذلك تميزت هذه الاحتفالية التي تابع أطوارها منتخبون وفاعلون محليون ونساء مستفيدات من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتقديم عروض موسيقية وتكريم نساء فاعلات بربوع العمالة.